ايه ده؟ هو النادي فاضي كده ليه؟ مش المفروض النهارده اجازه والناس بتيجي؟ لا يكون كلام صفوت صح والناس بدأت تاكل بعض والعالم هينتهي. انا خايف يا فخر. مين؟ فخر فخر وقعت قلب يا فخر. يا سيد ابوس ايديك اسكت خالص لاحسن زمانه على وصول. هو مين ده اللي على وصول؟ المسيخ الدجال؟ هو ظهر؟ لا 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 الموضوع اخر. يا جماعه يا اللي هنا. اوكي اوكي يا فخ يا فخ. لا هو ما فيش حد هنا ولا ايه؟ هو ده عفريت. ده محصل الكهرباء. وانت بتخاف من محصل الكهرباء؟ انا بقالي 8 سنين ما بدفعش كهرباء ولا زباله يا سيد. لو مسكني هيشعلقني من حواجبي. الحمد لله شكله مشي. الحمد لله. انا همشي من هنا واخد بالك وهرجع تاني، ولو جيت وما لقيتش حد هقطع الكهرباء. انا عارف انك سمعني. عارف انك سمعني وكانت اعذر من انظر. هقطع الكهرباء والنور كمان. طيب هو انت لما ما بتدفعش الكهرباء بيقطعوا الكهرباء، لما ما بتدفعش الزباله بيعملوا ايه؟ بيقطعوا عني الزباله يا ابو السيد. يا رب يبقى ماشي يا رب. ايه كيد الشيخ بتيا؟ ايه ده؟ اف ايه القرف ده؟ القرف يا سيد. انت اهبل يالا؟ هو لسه في حد بيقرا جرايد؟ بدور في الاعلانات المبوبه عن وظيفه. مبوبه؟ ما كفايه ترقيقه بقى فخر، بدور على وظيفه عشان نعرف نرجع 6 مليون دولار. وظيفه عشان ترجع 6 مليون دولار؟ ليه طالبين حراميه يشتغلوا ولا ايه؟ ايه؟ طالبين وظيفه رجل امن بمليون دولار؟ انا شلت ازازه الريحه فين؟ يا نهار اسود. ربيتك هتهد الاوضه. ريتاش ريتاش ايه؟ ريتاش ايه ايه؟ انت حطيتي من ازازه الريحه دي؟ ريحه ريحه يا بيئه اسمها بيرفيوم. مش وقته يا ريتاش. حطيتي ولا لا؟ كل ده عشان حطيت من البيرفيوم بتاعك؟ لا ما حطيتش. الحمد لله. اصل انا حطيت حته على ايدي كده لقيت ريحتها تقرف فرحت رميتها. ليه؟ ليه الله يخرب بيتك؟ يا نهار اسود يا ريتاش يا نهار اسود. يلا نزلت مفزوع من فوق وعمال تولول زي النسوان ليه كده؟ ريتاش حطيت من الازازه اللي فيها فيروس الزومبي. ده ايه الزومبو ده يالا؟